وسمع الإدراك، سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، تارة يكون للتأييد، وتارة للتهديد، وتارة لبيان شمول إدراك عز وجل. سمعتم الآن؟ أقسام كم؟ التهديد والتأييد وبيان شمول سمعه عز وجل لكل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا التهديد بدليل قول: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومثل قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا أيضا تهديد لقوله: بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وتارة يكون للتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. هذا ليس المراد مجرد إخبار موسى وهارون إن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد إيش؟ التأييد والنصر وما أشبه ذلك. وتارة يراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع. هذا المراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء. إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، إن تكلمت في ملأ فالله يسمع، إن حدثت نفسك فالله يسمع أو يعلم، إن حدثت نفسك فالله يعلم، فإن حركت بلسانك حتى صار قولا فالله يسمع وإن خفي. ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.